ايه بقى نقطة القوة او نقاط القوة اللي موجودة في اتحاد جدة اللي المفروض الاهلي يعمل حسابها بشكل كويس طيب في نقاط قوة كتيرة جدا عن نادي اتحاد جدة زي ما اتكلمنا قلنا بنزيما ورومارينيو طبعا دول افضل ولكن الناس كلها بتركز على الخط الامامي وعلى بنزيمة وعلى رومارينيو وعلى كورنادو وبينسوا الاثنين باكات بتوع اتحاد جده السعودي اثنين بكات طيارات يعني دول باك, باك رايت آه. والباك المهند الشنقيطي على الناحيه اليمين آه. والناحيه الثانيه الهساوي لعيب ذكي وسريع جدا 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 تعال بقى نتفرج مع بعض شويه حالات كده سريعا نشوف الناس دي بتلعب ازاي والناس دي بتجري ازاي ولازم النادي الاهلي ياخد باله من السرعات والتحولات اللي هيعملها نادي اتحاد جده السعودي اول ما يبتدي يلعب كوره هتلاقي <applause> هنا دي في المباراه الاولانيه طبعا مباراه اوكلاند ما كانتش تماما فجبنا ذاكرنا الاتحاد واسبان دي المباراه اللي قبل اخر مباراه في الدوري بتاع الدنك اللي هو المنافس اللي كان قوي شويه ممكن نقول اتحاد جده لعب هنا زي ما بقول لك نادي هنا اتحاد جده بيستقبل اللعب لا دي الصور بتاعت لا عفوا دي الصور بتاعه الهجوميه بتاعت دي مشاكل الدفاع بتاعت اتحاد جده الشباب بعتوا لنا في صور بتاعت الاطراف بتاعت نادي الاتحاد جده السعودي الاطراف بتاعه الاتحاد جده السعودي زي ما محمود قال يعني عشان نرتب بس كده القصه كلها, كلها دي بقى خلاص القصه كلها كريم ان دايما عندهم الاثنين باكات بتوعهم السجان الشنقيطي او الهساوي اول, أول ما هنا بالظبط كده أوه. هنا زي ما بقول هنا دي في مباراه الاتحاد ومباراه اوكلاند اللي نازل يستلم الكرة ده ده الراجل اللي اسمه الهساوي الباك ليفت المميز جدا بتاع الاتحاد ساعد. نكمل بقى الكوره احنا بنتكلم الراجل اول ما ينزل يستلم عاوزك تبص على فابينيو وعاوزك تبص على كورنادو وهتلاقي كانتي مش موجود في الصوره لان اللعيب اللي بينزل هو دايما فابينيو في نص الملعب اول ما الراجل الهساوي بياخد الكوره بيستلم ان ماشي الكوره هيطلع لكورنادو بص بقى يا كريم على الهساوي اول ما كورنادو يستلم الكرة هيسند على كانتي, كانتي اللي بيقوم بدور صناعه اللعب هيسند كاندي عليه اول لمسه لكانتي هيلعبها كورنادو بص الراجل يا كريم رايح باقصى سرعه ممكن تكون موجوده بياخد الخط وبيجري بسرعه كبيره جدا نكمل حالات واحنا بنتكلم وهتلاقي على طول قام كورنادو مطلع الراجل في المساحه الفاضيه بص بقى ده كريم ده الهدف الاول اللي جه لنادي الاتحاد السعودي هيلعبه على طول بالعرض هيجي رومارينيو يحرز الهدف الاول لنادي الاتحاد السعودي من صناعه الظهير الايسر لنادي اتحاد جده السعودي طب المشكله في الشمال بس لا دي المشكلة في الشمال وفي اليمين نفس الكلام اوكلاند حاول يضغط احمد حجازي هيطلع بص هيطلع الكره ازاي هنا بقى اللي هينزل فيصل الغامدي افضل لاعب واعد في السعوديه اخر سنه فيصل الغمدي هيطلع على طول الكره لرومارينيو اه رومارينيو عاوزك بقى تتفرج على الشنقيطي هينزل الكره اول بقى مر... اول ما هيسند الكره لكانتي نكمل واحنا بنتكلم الحالات الراجل هيسند الكره كانتي بص بقى كريم على اللعيب رقم 13 اللي في اخر الكادر نكمل الحالات اول ما كانتي هيستلم الكره متحفظه الثلاثيه دي بتعمل هتلاقي الراجل على طول واخد الخط وبيجري بسرعه جدا جدا ماسك الخط والناحيه التانية برضو هتلاقي مين هناك الراجل الباك ليفت على طول طاير الاثنين على طول طايرين وبيعملوا مشاكل كبيره جدا نفس الكلام بص يا كريم ده الهدف الثالث اللي جه لنادي الاتحاد ال السعودي هنا فابينيو بيحضر الكرة بينزل برضو كانتي اللي بيقوم بدور صنع اللعب هيسند تاني لفابينيو فابينيو هيطلع الراجل الباك رايت وبص بقى الباك رايت الشنقيطي هيعمل ايه يا كريم نكمل بالحالات اول ما الراجل هيطلع له الكوره طبعا كانتي تحرك تحرك ذكي جدا اول ما كانت تبص راح اتحرك في المساحه الفاضيه ولكن انا عاجبني اوي رد فعل الشنقيطي او نكمل الحاله الراجل هيتحرك في المساحه الفاضيه هيلعب لكانتي وبص بقى كريم بعد ما يلعب لكانتي هيعمل ايه لعب للراجل وقام داخل جوه منطقه الجزاء علشان ياخد التو فهمني عالم معاه 1 2 قام لعب الكوره قام كانت لعبها له الراجل طبعا بتاع اوكلاند مش باله منه راح اتحرك باك هجومي بقوه كبيره جدا كرة اتلعبت له بالكعب طبعا كريم بنزيما حدث ولا حرج بسهوله جدا قدام الجول ممكن نكتفي بالحالات دي عشان انت عارف ان دي بالظبط حصلت في اول المباراه وبنزيما زعل قوي انه ما قالوش ده هي هي نفس الكوره يعني